يعد موضوع ذوي الإعاقة في اليمن من المواضيع التي للأسف لا تلقى اهتمام من قبل مؤسسات الدولة، فهذه القضية بكل ما تمثله من أبعاد إنسانية دائما ما تترك في آخر الاهتمامات والمشاريع الحكومية بالمقارنة مع بقية دول العالم، فإن حقوق ذوي الإغاثة تبقى من أبرز الموضوعات التي تتصدر صدارة الاهتمامات. فهناك إلزامية التعليم المجاني في المدارس الحكومية لتشمل المراحل التعليمية كافة، وهناك الدعم الرسمي والشعبي اللامحدود الذي يوفر السبل والبدائل الممكنة لتفعيل دور هذه الشريحة في المجتمع بشكل كبير، لكن في بلادنا ما زالت تلك الفئة تشكو وتعاني وتعيش حالة من الإقصاء والتهميش، بل وهناك من جعل من حقوق هؤلاء البسطاء مجرد دعاية يستفيد منها أكثر من كونها عملا إنساني. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من الآخر. كثيرة هي التحديات والمشكلات التي يواجهها مركز تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة بوادي حضرموت بسيئون، فالمشكلات والمعوقات التي جرى رصدها من قبل المركز تتمثل بعدم وجود موازنة تشغيلية وصعوبات في توفر الإمكانيات اللازمة للحصول على وسائل التعليم من أوراق وأدوات ومكتبات ودورات، وكذلك هناك من يشكو من ارتفاع تكاليف المواصلات والنقل التي أصبحت واحدة من أهم المشكلات التي تواجه هذه الشريحة الاجتماعية، ما زاد من المعاناة التي يتكبدها طلاب المركز. الكثير من ذوي الإعاقة أكدوا أنهم ما زالوا يشعرون بالإهمال والتقصير من قبل الجهات المعنية في المركز، وهناك من تحدث عن وجود تجاوزات يمارسها مجلس تنسيق جمعيات ذوي الإعاقة بوادي حضرموت الذي قالوا إنها أهملت الكثير من جوانب الدعم لهذا المركز الحيوي، ما ضاعف من أوضاع المعاقين بشكل مأساوي في ظل تراجع الخدمات وغياب الإمكانيات التي كانوا يحصلون عليها. ندرة الخدمات الأساسية لذوي الإعاقة بوادي حضرموت جعل الكثير يقاسون المصاعب والصعاب، كما أن المتطلبات التي يحتاجها مركز ذوي الإعاقة في سيئون كثيرة، ناهيك عن صعوبة حصولهم على المساعدات الأساسية بشكل مستمر بسبب تراجع الدعم الذي كان يقدم لمركز تعليم وتأهيل ذوي الإعاقة بوادي حضرموت، أدى إلى توقف الكثير من الأنشطة التعليمية وكذلك إلى ضعف مجالات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل، بما في ذلك توقف تقديم المساعدات المالية. نشاهد هذا التقرير. منذ زمن السبع العجاف والفئة المنسية تعاني الكثير. 12 جمعية تضم ذوي الاحتياجات الخاصة، تحوي 18 مركزا للتأهيل والرعاية ومدارس للتعليم الأساسي والثانوي. توقفت عنهم الإمدادات الرسمية والخيرية، فنفد عطاؤهم الخيري لقرابة 1000 طالب وطالبة على مستوى وادي حضرموت. يعني صندوق المعاقين يكاد يكون دوره معدوم نهائيا، لا يقدم الخدمات المطلوبة للمعاقين، وخصوصا في وادي حضرموت من 2018 حتى هذا اليوم لم نرى أي مساعدات تقدم لهذه الفئة من شريحة المعاقين، فلهم حقوق كثيرة، حق العلاية، حق يعني التخفيضات في الكهرباء، حق الحصول على خانات وظيفية نسبة 5%، كل هذا لم نرى شيء منه. منذ عام 2015 انقطعت الموازنات التشغيلية عن الجمعيات، وفي عام 2018 توقفت مخصصات وسائل النقل لجمعيات ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة، مما ضاعف المعاناة في ظل حاجتهم الماسة لوسائل نقل خاصة ووسائل تعليمية، وكذا حاجتهم لمضاعفة عدد الكادر التعليمي وسماعات إذن الصم والبكم وقاعات حاسوب ومختبرات ومعونات صحية وإنسانية وإغاثية. كل هذه الأعباء زايدت أعباء الجمعيات والأسر مع الأوضاع المعيشية الصعبة.
في هناك طلاب قد تخرجوا من الثانوية وهم بحاجة إلى مجالات لدراسه الدراسة الجامعية، ولكن ليس هناك، لا توجد فيه مواصلات ولا توجد أماكن محددة في الجامعات ككراسي أو لهم لمواصل الدراسة الجامعية. نحن بحاجة للتعاقد مع أخصائيين في مجال الرياضة لاستغلال حركة الأطفال الذي عندنا، وكذلك تعاقد مع لجان متخصصة في مجال المواهب لاكتشاف مواهب الأطفال اللي عندنا واستغلال وصقل هذه المواهب. فتخيل يعني من 2018 الآن الميزانية التشغيل هذه المدارس كلها موقفة، لا باصات لا دراسات لا سمونه مواد أساسية لا مواد تعليمية لا مواد قرطاسية، كلها تظل هذه كلها سمونها ما يتم توفره إلا اللهم من باب مجالنا أنك تشحت قدا فاعلي الخير وأهل الخير، بينما حقهم المفروض يصرف لهم موقف عليه. أكثر مشكلة الآن تواجه جميع مدارس ذوي الإعاقة هي مشكلة المواصلات، نقل الطلاب صراحة مشكلة أساسية أصبحت، خصوصا في هذا الوضع الآن في الوضع المعيشي الصعب بارتفاع الصرف، يعني في ارتفاع المشتقات النفطية صراحة أصبحت صعوبة، أحيانا تجي الطالب ما يجي المدرسة بسبب عدم توفر مواصلات به. القائمون على الجمعيات بجهودهم الخاصة ومساعيهم الحثيثة يحاولون لملمة ما يستطيعون توفيره بالشكل المتاح لعودة عمل المراكز والمدارس والثانويات لتأهيل ورعاية أصحاب الشريحة المنسية ودمجهم في المجتمع ليكونوا فئة منتجة وفاعلة في بلدهم. محمد بحفين، الغد المشرق، سيئون. تقول إحدى الوثائق التي حصل عليها برنامج من الآخر أن مجلس تنسيق ذوي الاحتياجات الخاصة بوادي حضرموت يمتلك جميع المسوغات القانونية للحصول على جزء من ميزانيته التشغيلية من جمارك منفذ الوديعة ومطار سيئون، ومع ذلك فإن مركز ذوي الإغاثة يفتقر للكثير من الدعم والمساعدة، وهو ما يضع علامة سؤال كبير. نخرج لفاصل ونرجع نواصل. عدنا لكم من جديد. كشفت نتائج إحدى الدراسات أن 95% من المنظمات الدولية في اليمن لا تجمع بيانات مصنفة بحسب الإعاقة، مؤكدة أن 73% من المنظمات الدولية في اليمن ذكرت أن موظفيها يفتقرون إلى المعرفة والمهارة المطلوبة لتقديم الخدمات الإنسانية المخصصة لذوي الإغاثة. وتقول منظمة العفو الدولية إن ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة في اليمن يعانون التجاهل والإهمال، بل ويعدون أكثر الفئات تعرضا للإقصاء في غمار التلاعب الذي تمارسه المنظمات المحلية بحق حقوق تلك الشريحة الاجتماعية التي ما زالت تشكو الكثير من الأزمات والمنغصات. كاميرا الغد المشرق زارت مركز ذوي الإعاقة بوادي حضرموت في سيئون والتقت بعدد من طلاب المركز. نعاني من ارتفاع الإيجار والمواصلات، يعني لا توجد هناك ميزانية تشغيلية حتى نستطيع أن نواصل دراستنا بشكل المطلوب بالشكل المرضي، فنحن دائما نسعى و كم يسعي، نريد أن يكون هناك ميزانية تشغيلية لكي ينال هؤلاء المكفوفين حقهم من التعليم، فهو حق لهم. لذلك نبغى من جميع الجهات الانتباه والالتفات إلى هذه الشريحة من المجتمع. مدارس وجمعيات ذوي الإعاقة تعاني كثيرا من أجور نقل الطلاب إلى المدارس، وكذلك تفتقر إلى كثير من الوسائل التعليمية والتأهيلية بالمدارس كمختبرات وقاعات حاسوب وعربات وكذلك سماعات وكذلك وغيرها من الاحتياجات التي يحتاجها المعاقون، كذلك السلل الغذائية في ظل هذه الظروف الصعبة التي يحتاجها المعاقون كون لارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيره. أنا طلاب من مدرسة الضياء المكفوفين، عدم توفر للمواصلات
ما دام توفر الوسائل التعليمية. نحن في مدارس الإعاقة نواجه الكثير من المشاكل، أهمها عدم توفر الوسائل التعليمية التي تعيننا في توصيل المعلومات، وأيضا عدم توفر الميزانية التشغيلية، وعدم وجود لنا تأمين صحي ووظيفة. الجانب الآخر في المجال الإنساني والغذائي، الآن فشل الغلاء وقلة كما يقال يد الحيلة، فحري بهذه المسألات ما أكثرها، لكن نريد جهد على أرض الواقع، جهود ملموسة تلامس معاناة هذه الشريحة التي تفتقر لأبسط الإمكانيات التي يعني ينعم بها غيرنا، ونحن في هذه المحافظة يعني ربما نحتاج الكثير، كما قلت في حديثي، نحتاج إلى وقفة جادة في جانب الإنساني والغذائي، توفير السلات الغذائية، توفير الجانب المادي التي خاصة فيما يتعلق بالكسوة، فيما يتعلق لو أردنا أن نستطرد نطال بناء المقام والمقال، ولكن كما يقال يكفي بالقلادة ما أحاط بالعنق. نحن نريد نتعلم لكن لا توجد مواصلات. نطالب صندوق رعاية المعاقين بتوفير الموازنة العامة والوظائف للمعاقين بنسبة 5%. نطالب السلطة المحلية بدعم الجمعيات والمدارس لتتبع الاحتياجات الخاصة بالوادي والصحراء، كما أننا نطالب فاعلين الخير بدعم الجمعيات وأعضاء الجمعيات بالسلل والمواد الأخرى. نحن محافظين بس ما وصلت. استمعنا لشكاوي ومناشدات عدد من ذوي الإعاقة والتي كما سمعناها بسيطة ومتواضعة، ونود هنا أن نتساءل عن دور وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تجاه ذوي الإعاقة في اليمن، خصوصا بعدما أظهرت منظمة الإعاقة الدولية أن نسبة 85% من المنظمات الدولية في اليمن لم تنفذ أو تمول أي أنشطة موجهة لذوي الإعاقة، فهناك دعم للأسف يذهب لمنظمات محلية ومن ثم يلتهم في المجهول. وللتعرف أكثر حول مطالب وهموم ذوي الإعاقة والمشكلات التي يعانون منها، ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد سالم باسعيدة، رئيس جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي حضرموت. أهلا بك سيد محمد. أهلا وسهلا سيد محمد، نريدك أن تضعنا أمام صورة واضحة عما يعانيه ذوي الإعاقة والمشكلات التي تواجه مركز التأهيل في وادي حضرموت. إن شاء الله في البداية أولاً أحب أن أتقدم لإذاعتكم إذاعة الغد المشرق بالشكر والتقدير على اهتمامها المتواصل بذوي الإعاقة بوادي حضرموت ونقل برامجها وأنشطتها وكذلك همومها وما تعانيه. كما أيضاً تجد هذه الفرصة لتقديم أيضاً ونرفع أسمائيات الثانية والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا وإياكم في صيامه وقيامه وعتقاه ونكون من عتقاه من النار إن شاء الله يا رب العالمين. بالنسبة لمركز ذوي الإحتياجات الخاصة في سيئون، طبعا المركز الوحيد على مستوى وادي حضرموت، وتوجد به عدد من الأنشطة والورش والصفوف الدراسية. فتوجد أولا بهذا المركز مدرسة للصم والبكم تحوي على 102 طالب وطالبة. أما الجانب التأهيل المهني فلدينا ورشة للنجارة وورشة أيضا تشكيل الألمنيوم وتشكيلية للنحت على الخشب وأعمال الديكور، بالإضافة إلى معمل الحاسوب ومعمل التفصيل والخياطة والإشغال اليدوية، بالإضافة إلى قسم التدريب والتأهيل الذي يعمل على تأهيل العاملين
والمعلمين لجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة في وادي حضرموت. نعم سيد محمد، أريد أن أسأل عن وضع هذه الجمعية أو الهيئة يعني في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد والتي تعيشها أيضا المؤسسة. أيوة، نحن نشوف منذ عام 2018 انقطعت كل الموازنات التشغيلية اللي كانت مرصودة لنا من صندوق رعاية تأهيل المعاقين في صنعاء، واستمرت السلطة المحلية في المحافظة من 2018 بدعم اللي هو بسيط جدا في تسيير أمور المواصلات، ولكن صندوق رعاية وتأهيل المعاقين أو المنظمات الدولية الأخرى في عدن لم تقدم لنا أي شيء في هذا المجال. وللأسف زارنا اللي هو مديرة صندوق المعاقين في عدن، زارت الوادي وزارها وكيل الوزارة واطلعوا على قضايانا وعلى مشاكلنا، واطلع على كل النجاحات اللي نحققها بدون موازنات تشغيلية. وللأسف بدلاً أن يكافئونا أوقفوا كل المخصصات الخاصة بالجور النقل زي ما تحدثوا زملائي قبل شوية، الخاصة بنقل الطلاب ابتداء من شهر يناير وفبراير وهذا يهدد أيضا سير الدراسة للعام المقبل. أما المنظمات الدولية فعملها محصور جدا في مجال الإنسانية لا أقل ولا أكثر، ولكن نحن لازم نهتم بالإنسان، لازم بتأهيل اللي هو بتأهيل المعاق حتى نخلي المعاق نفسه يعتمد على نفسه وفي ترتيب دخله، بالإضافة إلى منحه حرفة معينة تمكنه من الاستمرار في معيشته ودون الاعتماد على الفتات اللي يحصل عليه من المنظمات الإغاثية هذه. نعم سيد محمد، هذا يعني أن دور الجهات الحكومية والجمعيات المعنية في موضوع رفض ودعم مركز التأهيل والتعليم في وادي حضرموت منعدمة تماما. التكال منعدمة على السلطة المحلية في الوادي وكذلك مكتب التربية والتعليم. مكتب التربية والتعليم تبنى على اللي هو إجمالي المعلمين والمعلمات في كل ما المراكز ومدارس ذوي الإعاقة والباقي 385 معلم ومعلمة ضمن صندوق التعليم التالي، وما عداه طبعا لا يوجد شيء في مجال البنية التحتية. صحيح علاقات مع مؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، مع مركز، مع منظمة استجابة، مع الآن أيضا مع مركز الملك سلمان في كل الجمعيات في مجال اللغة العربية والرياضيات ولغة الإشارة والنطق والتخاطب، وبدأت من عبر مؤسسة في عدن تسمى مؤسسة يمان. نعم، هذا اللي هو موجود، وهذا لا يساوي شيء، لا وسائل تعليميه صحيحه، لا ايضا لا تكون متوفره طبعا لكل فئه من الفئات الموجوده، لابد يكون لها وسائل تعليميه خاصه بها المكفوفين، وكذلك التوحد وايضا متلازمه الداون، ولكن للأسف لا يوجد شيء. طيب سيد محمد، ما هي مطالبكم ورسالتكم التي تودون أن توجهها لكل من يعنيها الأمر، أكان في الداخل أو في الخارج؟ أولا بالنسبة رسائلنا بالنسبة للمنظمات الدولية، نرجو أيضا أن تتوجه الأساسية وبدون
وبدون وسيط، لانه المنظمات الدوليه اللي تتعاقب مشاريعها من وسيط اول لوسيط ثاني لوسيط ثالث، وما عندنا الا الفتات، ولا يقل عن 25% يمكن من المعتمد يوصل الى المنظمات المحليه او الجمعيات او المدارس اللي موجوده علينا. فيفترض انه يتم فتح خط ساخن هذه وتنزل وتلاحظ، هي تنزل وتقيم. نعم. ونحن على استعداد بالتعاون معها. رسالتي الثانيه للاخ وزير الشؤون الاجتماعيه بان يفعل صندوق المعاقين بصوره صحيحه. صندوق المعاقين من 2018 الى يومنا هذا لم نستلم منه ريال واحد للمدارس والمراكز اللي موجوده في وادي حضرموت اللي يصل عددها 12 مركز تعليمي ومدرسه. فلا بد من اللي هو بذل قصارى جهودهم في دعم هذه المشاريع اذا ارادوا هم انهم يهتموا بهذه الشريحه، ولكن من خلال معاملتنا ومن خلال ما لمسناه خلال الفتره الماضيه عباره عن زيارات مكوكيه لا فائده منها ولا لنا. والدليل يا اخي نحن الان في شهر رمضان تلاقي الباصات اكثر من 60 ب60 باص ينقل كل اطفال المعاقين بدون لم تدفع لهم مستحقاتهم من الايجارات، وهؤلاء مواطنين، هذا سيؤثر علينا مستقبلا. نعم. فبينزع الثقه ايضا بيننا وبين الاخرين. نعم. فهل يعقل انه ثلاثه اشهر واحد يبقى صامت بدون ما يستلم راتبه او مستحقاته الخاصه حق النقل؟ فهذا طبعا لابد ان الوزير يتدخل، وعندهم معلوميه بهذا الاساس. نعم، نتمنى ان يتم الاستجابه لمطالبك. شكرا جزيلا. كان معنا عبر الهاتف السيد محمد سالم باسعيدة، رئيس جمعية رعاية وتأهيل الصم والبكم بوادي حضرموت. وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم في تسليط الضوء على ما يعانيه مركز ذوي الإعاقة بوادي حضرموت في سيئون، وهي فرصة أردنا استغلالها في هذا الشهر الكريم في إيصال صوت هذه الفئة إلى كل الجهات المعنية محليا ودوليا. عليها أن تستجيب لهذه المناشدات التي تستحق من جميع المنظمات الإنسانية والدولية، وأيضا من رجال البر والإحسان، أن يمدوا يد الحب والإخاء والعون والإسناد إلى هذه الفئة، فهم جزء لا يتجزأ من المجتمع والحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.